الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. في هذه الآيات الإشارة إلى أن النسخ مشروع وأنه واقع في القرآن الكريم، والمراد بالنسخ في لغة العرب قال نسخ الشيء إذا غيره أو إذا نقله أو إذا أزاله، فهذه كلها من معاني النسخ في اللغة. قال نسخت الكتاب أي نقلته، ويقال نسخ الكتاب بمعنى، ويقال نسخت الشمس أثر الأقدام أي أزالتها، ويقال أيضا نسخت الريح الشيء أو نسخت الشيء بمعنى غيرته. هذا هو المراد بالنسخ. وأما في الاصطلاح فالمراد بالنسخ هو تغيير الحكم، أو هو رفع حكم ثابت بخطاب شرعي بخطاب شرعي آخر متأخر عنه. وإن كان لأهل العلم في تعريف النسخ، أي أهل الأصول، أقوال كثيرة في هذا التعريف، لكن حاصله هو هذا: أن يثبت حكم شرعي بالدليل ثم يرفع هذا الحكم بعد العمل به ويغير، ثم يرفع بعد العمل به ويغير ويبدل. فهذا هو حقيقة النسخ. كمثل في أول الأمر شرع الصيام على الخيار، من شاء صام ومن شاء أطعم، فمن شيء قال تعالى: أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه، قال ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه، في قراءة تفسيرية أي يتكلفون في صيامه، فدية طعام مسكين. فصار كان الصيام أول ما شرع: من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد الشهر أي أدركه وكان شاهدا فيه بشرط الصيام، المسلم العاقل البالغ القادر المقيم، الذي بالنسبة للمرأة خالت من حيض أو نفاس، وأيضا الصحيح غير المريض، فيجب عليه أن يصوم. فرفع الحكم الأول وأثبت الثاني، هذا حقيقة النسخ. والنسخ في الشريعة أي في شريعة الإسلام ثابت، بل وحتى في الشرائع السابقة، وله صور، النسخ له صور. فقد يرفع الله جل وعلا الحكم ويبقي التلاوة، يعني يغير الحكم والتلاوة تبقى، كمثل هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصار الحكم كل من أدرك الشهر توفرت فيه شروط الصيام لازمه أن يصوم. وأما الآية الأولى التي فيها التخيير
فبقيت تتلى في القرآن الكريم، فهذا رفع الحكم دون التلاوة. وفيه نوع آخر وهو رفع التلاوة دون الحكم، رفع التلاوة دون الحكم، كمثل ما كان يتلى من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله، فإن هذا مما كان يتلى من القرآن. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه خطب في الناس وقال أنه قد يأتي أو يوشك أن يأتي أناس فيدعون أن الرجم لا يوجد في كتاب الله وإنه كان يتلى في كتاب الله، لأن الأثر الشيخ والشيخة إذا زنيا بعضهم تكلم في إسناده، لكن على فرض عدم ثبوته وهو في الجملة أسانيده تتقوى، لكن جاء ما يدل عليه البخاري وأن آية الرجم كانت موجودة في كتاب الله فنسخت، أي نسخت تلاوتها، لكن الحكم باق، لكن الحكم باق. القسم الثالث رفع الحكم والتلاوة، فالحكم يغير والتلاوة ترفع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه مسلم كان مما نزل من القرآن 10 رضعات يحرمن، فنسخنا 5 وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. فأول ما نزل في الرضاع وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم كان مما نزل أن نصاب الرضاع الذي يقع به التحريم فيصير الرضيع أخا لأولاد ذكور الإناث للمرضعة، وهو إذا رضع منها 10 رضاعات، إذا رضع منها 10 رضاعات، لا ثم بعد ذلك نسخه الله تعالى إلى 5، فصار من رضع 5 وقع التحريم. قالت عائشة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، لكن لا نجد ذلك في القرآن. وتفسير ذلك كما قال العلماء أنه كان قد نسخ، إلا أن بعض الصحابة لم يدركوا ذلك النسخ، فالنسخ لهذه التلاوة كان قريبا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يدرك ذلك كثير من الصحابة فصاروا يجعلونه من القرآن ثم علموا فتركوا. فهنا نسخت التلاوة كون 10 يحرم، ونسخ الحكم كون 10 يحرم، وبقي حكم ماذا؟ حكم 5 ثابت، لكن نسخت تلاوته وبقي حكمه كما دلت على ذلك السنة. هذه أنواع النسخ. ثم إن النسخ من المسائل والمباحث الأصولية، وأيضا له جانب من مباحث الحديث، فللعلماء فيه كلام في هذا الباب. النسخ ثابت عند جمهور أهل العلم وعند أهل السنة قاطبة، ولم يخالف في مسائل النسخ أحد إلا من شذ، وهو قول أبي مسلم الأصبهاني حيث أنكر النسخ، إلا أن بعض العلماء دافع عنها وقال لا يقصد النسخ إنكار النسخ الذي هو بهذا المعنى، لكن كلامه صريح في ادعاء إنكار النسخ، وحججه كما قال العلماء ضعيفة ومردودة، وحاول أن يرد على كثير من أمثلة النسخ وتلك المحاولة لم يأتي فيها بشيء. والمناسبة ها هنا لذكر مسائل النسخ هو أن اليهود ينكرون النسخ، اليهود ينكرون النسخ في الشرائع، وإنكارهم للنسخ هو من باب العناد،
والعتو والكفر عياذا بالله. سبب ذلك العناد، لأنهم إذا أثبتوا النسخ، قلنا أن شريعة الإسلام ناسخة للشرائع السابقة، للشرائع السابقة، فعند ذلك تظهر حجتهم في أن لا يلتزموا وأن لا يتبعوا شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من ضلالهم إنكار النسخ، وقالوا أنه لا يوجد نسخ في الشريعة. لما؟ قالوا لأن النسخ يدل على البداء، على البداء، والبداء المراد منه أن يبدو لك الشيء. فكأنهم يقولون لما ينزل الله تعالى حكما ثم يغيره بحكم آخر، فالمعنى أن الله بدا له شيء ثم بدا له أمر آخر، لأن الأول ينفع والثاني هو الذي ينفع. وهذا البدو أو البداء دليل على نقص وقلة في العلم، والله منزه عن ذلك. هذا كلامهم، في حين أنهم وصفوا الله جل وعلا بأنقص الصفات، فقالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فارتاح، وقالوا غير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا شك أن كلامهم مردود. ثم إن مثل هذا التغيير ليس من باب البدو، وإنما لأن الله جل وعلا عالم بخلقه، فيعلم ما يصلح لهم أولا وما يصلح لهم آخرا، يعلم ما يصلح لهم ابتداء ويعلم ما يصلح لهم انتهاء. ولهذا قال جل وعلا ألم تعلم أن الله، فجاء بماذا؟ بفعل العلم. وهنا مثل هذا السياق نجده في كثير من مواضع القرآن يختلف، فأحيانا ألم ترى أن الله بفعل رأى، وأحيانا ألم تعلم أن الله بفعل العلم، للإشارة إلى معان، ومنها الإشارة إلى أن الله جل وعلا قد وسع علمه كل شيء. فهذا الذي يذكره اليهود هذا غير صحيح، فالله علمه واسع ويدرك هذه الأمور فلا تخفى عليه خافية. فليس النسخ من باب البداء، وإنما النسخ فيه حكمة من الله سبحانه وتعالى، فينسخ الله ما يشاء ويثبت ما يشاء، وينسخ العمل الخفيف السهل إلى عمل آخر أثقل منه، مثل الصيام كان فيه بالتخيير ثم صار إلزاما، وأيضا العكس ينسخ الشيء الثقيل بشيء أخف منه وأيسر منه، كمثل نسخ اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها سنة إلى 4 أشهر و10، وقد ينسخ إلى المساوي كنسخ القبلة كما سيأتينا. فكان أول المسلم كان في الأول يتجه المسلمون في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم نسخت إلى ماذا؟ القبلة، إلى الاتجاه إلى الكعبة وإلى بيت الله سبحانه وتعالى، البيت الحرام. فإذا هذا ليس فيه ما يدعيه اليهود. ثم إن في شرائع السابقة ما يدل على وجود النسخ، الشرائع السابقة ما يدل على وجود النسخ، فعند بني إسرائيل يوجد. الله تبارك وتعالى قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذا يعلم اليهود وعندهم في التوراة. ولهذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث السابق، فقالوا ما الذي حرمه إسرائيل على نفسه. وأيضا كان في شريعة آدم أن جواز أن ينكح الأخ من البطن الأول الأخت من البطن الثاني، ثم نسخ ذلك، فكان آدم إذا ولد له في كل بطن يولد له ذكر وأنثى، وفي البطن الذي بعدها ذكر وأنثى، فيحرم الزواج بين الذكر والأنثى الأخوين من البطن الأول، لكن الأخت من البطن الأول مع الأخ من البطن الثاني أي من الحمل الثاني والوضع الثاني يجوز بينهما ذلك. كان في شريعة موسى
جواز الجمع بين الأختين، ثم نسخ ذلك. وهذا مما يعلمه اليهود في شريعتهم، ولكن الإنكار والعناد والعتو عياذا بالله يحملهم على مثل هذا الأمر، يحمله على امتناع النسخ. والنسخ في الحقيقة لا يمتنع لا عقلا ولا شرعا، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ولهذا قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، في قراءة أو ننسأها أي نؤخرها ونؤجلها. وقوله تعالى أو ننسها أي لك، كما قال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وليس المراد نسيان القرآن، وإنما هو مما يرفعه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء: أو ننسها أي ما نترك من القرآن، وقال بعضهم: ننسها أي نقبضها. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، قادر على كل شيء، ومن ذلك هذا الذي ذكر في هذه الآية من إمكانية النسخ، وأن في ذلك الحكمة البالغة من الله سبحانه وتعالى. نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم والمصلحة والرفق والنفع للمكلفين. نأتي بخير منها، خير لكم في المنفعة وأرفق بكم، وأرفق بكم. وهذا يدل على أن الحكمة من النسخ ما فيه الرفق بالعباد والمصلحة بهم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يشير الله تبارك وتعالى هنا إلى أنه هو المالك المدبر المتصرف في شؤون العباد. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، يتصرف بما يشاء، فيقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، ويرفع ويخفض ما يشاء، ويرفق ويوفق ما يشاء، ويذل من يشاء، ويحكم في عباده بما يشاء، فيحل لهم ما يشاء، ويحرم عليهم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويمنع ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل أفعاله توافق الحكمة، وكل أفعاله توافق الحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. ولهذا وجبت طاعته جل وعلا، وامتثال أمره، واتباع رسله عليه الصلاة والسلام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء من شرع ربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فالله جل وعلا ينهى في هذه الآية عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أنزل الله تبارك وتعالى النهي عن كثرة الأسئلة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فكان النهي عن كثرة الأسئلة والتفاصيل والسؤال عن التفاصيل قبل أن تنزل، قبل ماذا؟ أن تنزل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين. وسبب ورود الحديث أنه
لما فرض الحج قال الرجل: يا رسول الله، أفي كل عام مرة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية والثالثة، ففي الثالثة قال: ذروني ما تركتكم. يعني لا تكثروا من السؤال ولا تكثروا من تفاصيل الأسئلة، ويكفيكم ما أبينه وما ينزل لكم في ظاهره، فلا تكثروا عن تفاصيل السؤال، لأن من أسباب هلاك من سبقكم هذا الإكثار من الأسئلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما، أي إثما وذنبا، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. حديث أنس بن مالك الصحيح. أعظم الناس إثما هو الذي يسأل عن شيء لم ينزل فيه، فلما سأل حرم. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يرى الشيء، إن سكت سكت عن أمر عظيم، وإن سأل أو إن تكلم رجمتموه، أو كما قال. فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هذا، لأن بعد ذلك نزلت آية الملاعنة، نزلت ماذا؟ آية الملاعنة. فالذي كان عليه اليهود هو كثرة الأسئلة والمبالغة في السؤال، ولهذا نهى الله جل وعلا عنه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الصحابة: كنا نحب الأعرابي يأتي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة الكرام فما كانوا يكثرون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، نظرا لما جاء من النهي في هذه الآيات وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم إلى ونحو هذا. فهي أسئلة متعددة، لكن كانوا يحبون أن يأتي الأعرابي فيسأل حتى يستفيدوا. ومن ذلك مجيء جبريل في صورة بشر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبعض أشراط الساعة، فاستفادوا من وراء ذلك وتعلموا. فقال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أيضا يعني فيه الإشارة إلى التوبيخ والتقريع لصنيع اليهود، حيث كانوا يسألون موسى أشياء كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا: أرنا الله جهرة، قالوا: ائتنا بطعام غير هذا الطعام، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا غير ذلك من الأمور التي سألوها موسى عليه الصلاة وعليه الصلاة والسلام. وأيضا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، ولن نؤمن لك حتى تلقى في السماء، ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قال: لا نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة تأكل منها، إلى غير ذلك. أسئلة كثيرة ذكرها هؤلاء يريدون إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام. وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله العرب الكفار قريش أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبا، قال: سأل ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، فإن فعل فإنا نؤمن بك. فأوحى الله جل وعلا إليه أن اختار أن أجعل لهم جبل الصفا ذهبا
فمن كفر بعد ذلك أعذبه أبدا أو أفتح لهم باب التوبة. فصار الأمر كما حدث مع أصحاب عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذب عذابا لا أعذبه أحد من العالم. فقال يا محمد اختار، أنزل هذا، أجعل هذا لقومك، فمن كفر فلا توبة له، أو أفتح لهم باب التوبة. فقال صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ومن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. ولهذا قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان، الذي يشتري الكفر بالإيمان فيجعل البضاعة هي الكفر وثمن ذلك الإيمان فيقدم الإيمان ثمنا ليأخذ الكفر فبئس ما يفعل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل، خرج وانحرف وانحاد عن سواء السبيل، السبيل هو الطريق والمحجة والمنهج والسنة والطريقة، فقد ضل عن سواء السبيل أي عن الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلك، خرج منه إلى الجهل وإلى الكفر وإلى الضلال وإلى غير ذلك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد من عند أنفسهم بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهنا يبين الله سبحانه وتعالى شدة عناد أهل الكتاب من اليهود والنصارى، عنادهم وغيهم وضلالهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبعه من المؤمنين، كما أنه يحذر من سلوك طريق هؤلاء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لعداوتهم لكم وحسدهم وبغيهم وضلالهم يودون أن يردوكم عن الإيمان، وهم يعلمون أن ما أنتم عليه هو الحق والإيمان الذي أنتم عليه هو الصواب، ولكن حسدا يريد أن يردك عن هذا الخير الذي أنت فيه. وهذا كما سبق أن ذكرت كثير في الناس إذا رأى غيره يعني أن يكون من قبل منحرفا عن الصواب ثم يشأ الله تبارك وتعالى ويهديه إلى سواء السبيل وإلى الطريق المستقيم فيرجع إلى رشده ويعرف ما بينه وبين ربه ويعود إلى الطريق السليم. فكثير من الناس فيهم شبه بهؤلاء أهل الكتاب لا يريد له الخير، فحسدا من عند نفسه يريد أن يضله وأن يعني يرده إلى الطريق الذي كان عليه من قبل، فعوض أن يفرح بما تاب الله عليه ويفرح له بالتوبة أن هداه الله تعالى للإيمان فلا، وإنما يعني يحسده على ذلك ويقع في قلبه حقد وغيظ وحسد وبغض وكراهية فيتربص له ويتربص به الدوائر ليرجعه إلى الطريق الذي كان عليه، إما بمحاولة إغوائه أو إما بتذكيره بما كان يفعل من قبل أو بنحو ذلك. والذي ينبغي على المسلم أن يصبر على هذا الطريق، وقد قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالطريق إلى الجنة يجد فيه المكاره ويجد فيه الصعاب والمشاق
ويجويه كثير من المعيقات التي قد تكون له عائقا، وما عليه إلا الصبر والأمر يسير كما قال أهل العلم. من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم تبين لهم أن الحق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ذلك ظاهر وموجود في كتبهم، ومن بقايا كتبهم غير المحرفة وجود دلالات النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لم يجهلوا مثل هذا الحق بل يعلمونه، ولهذا كانوا أوفر الناس بغضب الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا حملهم على الحسد وعلى الجحود والكفر بالله سبحانه وتعالى، حسد من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال تعالى فاعف عنهم واصفح حتى وفعفوا واصفحوا حتى يأتي أمر الله إن الله على كل شيء، حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وأيضا في إخبار الصحابة الكرام أن هؤلاء اليهود فيهم حسد وفيهم بغض وفيهم كراهية وفيهم هذا التعنت، ولكن مع ذلك اصفحوا عنهم واعفوا عنهم، والصفح أرفع من العفو، وكل منهما من الخلق الحسن، كل منهما من الخلق الحسن. فالعفو أن تسامح غيرك ممن ابتدأ الظلم واعتدى عليك وظلمك وكان هو البادي وأوصل بك الأذى، فتعفو عنه لا ترد سيئة بسيئة ولا بمثلها ولا بدون منها ولا بأكثر، وتسامحه وتعفو، هذا هو العفو. ولكن كأنه يبقى في القلب شيء من حيث المعاملة بينك وبينه، وأما الصفح فهو أرفع من العفو، فيصير حال هذا الرجل الذي وقع منه الظلم والاعتداء كأن لم يقدم لك شيء وكأن لم يعتدي عليك أبدا، فالصفح كأن هذا الاعتداء والظلم الواقع لم يوجد أبدا، فهو أرفع من العفو. حتى يأتي الله بأمره، وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام كانوا يعفون عن المشركين من أهل الكتاب وغيرهم كما أمر الله سبحانه وتعالى، وكانوا يصبرون على الأذى منهم، فأنزل الله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وكان الله سبحانه وتعالى وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول من العفو ما أمره الله تعالى به، ودام ذلك إلى أن أذن الله له في القتال، أي مقاتلة من عاند الدين من صناديد كفار قريش وغيرهم. قال بعض العلماء الإذن في القتال نسخ آية فاعف عنهم واصفح، وقد ثبت في سبب نزول هذه الآية كما ذكر بعض أهل العلم بعض الأحاديث، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وهو على دبته، فحتى مر على ركب أو على جماعة في ضمنها المشركون وأهل الكتاب وبعض المسلمين معه، فلما توقف وسلم أحدثت دابته شيئا من الأثر والرائحة، ففعل عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق
قبل أن يسلم فعل هكذا، يعني اذهب برائحة ذابتك بعيدا. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم شيئا من القرآن ودعاهم إلى الإسلام. وقد صبر على الألم، يعني بعض الناس يعني إذا جاء يعلم غيره أو يدعو غيره يظن أنه سيرحب به، لا يرحب بك، خاصة المنحرف. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، غفر الله ما تقدم له من ذنبه وتأخر، يمر على مثل هذا الصعلوك، هذا العلج الذي كان من المنافقين ورأس أهل النفاق، فيفعل هكذا. يعني اذهب برائحتك بعيدا، وهذا يفعله كثير من الناس هذا الزمن، كثير من الناس هذا الزمن، بعض يعني من به نقص في العقل يعني يرى أن التقدم في اللباس، اللي لابس بدلة بربطة عنق هذا هو متقدم، واللي لابس قميص وعباءة هذا مسكين متخلف. وأحيانا يقع مثل هذا، صاحب البدلة هذا مسكين تزيد أمي والله يعطيك يمضيلك تمضيله، يعني ما يعرف حتى أن يكتب، وتجد صاحب القميص ذاك لعله يحسن 3-4-5-6 لغات. فهذا النقص في العقل ونقص التصور. فقيمة الشخص كما قال العلماء قيمة الإنسان ما يحسنه، قيمة الإنسان قيمة المرء ما يحسنه، وشرفه في العلم ما هو في اللباس فقط، في يعني صارت النظرة هذه نظرة قاصرة من قصر أمثل هؤلاء، وإن كان ليس في درجتهم، يعني لا يعني أن نتهمهم بالنفاق، ولكن هذا موجود والواقع يدل عليه، الواقع يدل عليه. ومثل ذلك النساء، يعني المرأة العارية التي هي شبيهة بالقرد تظهر كل عوراتها، إذا مرت عليها امرأة بجلباب تنظر فيها من فوق لتحت، والله ما أدري أيهما أحسن حالا، المرأة العارية التي تريد أن ترجع إلى عهد الهنود، أم المرأة التي رقى بها الحال من أن ولدت تغطي فقط صورتها عورتها الغليظة، فرق بها الحال إلى أن صارت تتستر، ها تتستر من كل يعني في كل أجسام، بل إنها ترجع إلى الأصل الأول، فبدت لهما سوآتهما فطفقا يقصفان عليه من ورق الجنة. هذا مما فطر الله جل وعلا عليه الخلق. آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني أصل في الإنسان الحياء أن يستر العورات، أن يستر عوراته، لكن انقلب الأمر فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. فإذا أنكرت المنكر صار حالك ماذا؟ يعني أنت الذي فيك وعليك وتريد المشاكل والله المستعان. وهذا حتى في من له شيء فيه شيء من التدين صاروا ينظرون بمثل هذا النظر، فلا أدري هل هذا من آثار العولمة أو شيء آخر. نعم، قال ففعل هكذا. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعم الإسلام قال يا محمد قد سمعنا، اذهب واتل كلامك بعيدا، من أراد أن يأتيك يأتيك، ولا تخلو ولا تغش مجالسنا. فقال من كان ثم من المسلمين قال بلغش مجالسنا يا رسول الله، وإنا لنحب أن نسمع منك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قادما لسبب، وهو أن يعود سهل بن عبادة، وهو من فضلاء أهل المدينة وكان أسلم، يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعود سعد بن معاذ لأذى كان به مر عليه، فدعا إلى الله سبحانه وتعالى ثم ذهب. أتى سعد بن عبادة وعاده وزاره لمرضه ذاك، ثم قال يا سعد أما علمت ما قال أبو الحباب أبي، يعني عبد الله بن أبي بن سلم اليهود المنافق،
قبل أن يسلم. أما رأيت ماذا قال أبو حباب؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال يا رسول الله اعف عنه، يا رسول الله اعف عنه، فإنك قبل أن تأتي بهذا الحق الذي أنزله الله عليك اجتمعت العصابتان على أن يرأسها، يعني اتفق الأوس والخزرج على أن يجعلوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول. قبل أن يجعلوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الذي معه، قال فذاك الذي فعل به ما ترى، يعني كان يرى نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منعه هذه الرئاسة، منعه هذه الرئاسة. وهذا ما ينبغي أن يكون، يعني من باب الفائدة والتربية لا ينبغي الإنسان أن يكون على هذا الأدب وعلى هذا الخلق، يعني كون الإنسان يكون أرفع مقاما في أناس فيأتي من هو خير منه فتكون الرفعة لذاك الذي هو خير، وهذا لا ينبغي الإنسان يجعل في قلبه شيء، لأن ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، والفضل لأهل الفضل، فإذا وقع ونزل بين الناس من هو من أهل الفضل فينبغي لمن كان ذا فضل أن يعرف له فضله، وليس في ذلك يعني نقص منه، بل الاعتراف بالفضل لأهل الفضل يعتبر ماذا؟ يعتبر من الفضل. فقال ذاك الذي فعل به فاعف عنه فاصفح، فاعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وصفح عنه. قال واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير. فيحث الله سبحانه وتعالى عباده على الاشتغال بما ينفعهم ولا يلتفت إلى أفعال هؤلاء، وإنما يشتغل المسلم بما ينفعه في الدنيا والآخرة من العمل من العبادة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقة وطاعة الله سبحانه وتعالى حتى يحوز على النجاة في الدنيا والآخرة. واعلم أن ما تقدم لنفسك من خير في هذه الدنيا ومن عمل صالح تجد ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى وإن تكن مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم فمن وجد خيرا أحصيها لكم، يعني يجمعها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله إن الله بما تعملون بصير، أي خبير يبصر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي ضمن هذا التحذير من معصية الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وأيضا في المقابل ما تقدموه من عمل من شر فإن الله أيضا عنده ذلك، فيجازي السيئة الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها أو يعفو عنها سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صوت بعد.